الناس وقادتهم. سأل رجل الإمام الحسين عليه السلام: يا ابن رسول الله، أخبرني عن قول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال: إمام دعا إلى هدى فأجابوه إليه، وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إليها. هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. وهو قوله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير.